den Tag meine Schüler und meine Schülerinnen in die erste Klasse, also ich komme von Robert Letzday. Wie geht's euch? Ich bin Frau Salma und wir sprechen heute über was dir Akkusativ. Was aber dir Akkusativ? Was bedeutet dir Akkusativ? طيب نروح كده يا ولاد، احنا عندنا لما بنيجي نقول عايزين بس نفتح البورد عشان نشرح عليه بسرعة، هنقول ايه مثلا؟ سون بقى شبيه انا عندي ايه؟ انا عندي مثلا السيارة، او انا املك السيارة. يا طيب ينفع اقول يا ولاد، ينفع اقول انا عندي واسكت؟ يعني ايش حاطي واسكت؟ لا صح. طيب يبقى اقول ايه؟ ايش حاطي مثلا لازم الجملة تكون ليها تكملة، صح كده؟ الدير للمذكر ثم يفيل دير فاتا يا. طيب وي الدي الفيمينين اللي هي المؤنث، تمام المؤنث. وي الدس الدس دي للمحايد اللي هي نورت غاليا. يبقى الدير للمذكورين المذكر، وي الدي للفيمينين، وي الدس للمحايد. طيب دلوقتي يا طه سلمى، احنا عندنا في الجملة مثلا بتقول ممكن ناخد كده دير برايش دير برايش. طيب انا اول حاجة عندي فيرب هابن، فيرب هابن. خلينا متفقين ان احنا لما نشوف في الجملة فيرب هابن يبقى الجملة دايما ايه؟ الجملة دايما ايه؟ اكوزاتيف. يا الجملة دايما اكوزاتيف يا ولاد. يعني ايه اكوزاتيف؟ يعني الجملة هتكون في حالة النصب. طيب لما تكون الجملة في حالة النصب ايه اللي هيحصل؟ الدير دي هابن هتفرض سيطرتها عليها، فهتبقى ايه؟ هتبقى دين. سوبا شبيل ايش هابي دين بلايشتك. ينفع اقول ايش هابي دير بلايشتك؟ ليه؟ علشان هنا الجملة واقعة في محل الاكوزاتيف، في محل النصب. يبقى الدير هتتغير لدين، فهقول ايش هابي دين بلايشت. معنى كده يا بغاو سلمى ان اي جملة فيها هابن هتبقى دير ودين؟ لا طبعا، بصوا افهموا ركزوا، دير بس هي اللي هتتغير، يعني مش كلهم هيبقوا دين. يعني مثلا لو مثلا عندك مش هتبقى دين، لو عندك مش هتبقى دين، هي دير بس اللي هتبقى دين. ايش هابي الكلمات اللي أدتها دير، الكلمات اللي أدتها دير هابل بس بتفرض سيطرتها عليها وبتبقى يا لدين. سوبا دين ايش هابي دين بلا يشتف. طيب احنا نعمل فيديو هولين كده على الكلام بسرعة اللي بتشوفوه. عندنا دير بلا يشتف، دير فلشتف، دير غوبزة الشنطة اللي بنروح بيها المدرسة، انشولديكم الشنطة اللي بنروح فيها المدرسة، وعندي دي تاشي الشنطة العادية، وعندي داس لينيال وداس ميبشن المقلمة، ودير غادية بومي الأستيكة، تمام. طيب وعندي ايه؟ عندي البورد دي تافل، يا دي تافل. طيب انا هنا يا فراو سلمى ليه بنراجع على الكلمات؟ علشان نحفظ الكلمات اللي أدتها دير. ولما اجي بقى اقول انا عندي القلم هقول ايه؟ ايش هابي يا دين بلايشتيف. ايش هابي دين بلايشتيف؟ ايه ده يا فراو سلمى، هو انت ليه قلتي دين بلايشتيف؟ ايوه ما احنا عندنا هابن، الجمله اكوزاتيف تبقى ايه؟ هتبقى مفعول به. يا الدير هيتحول لايه؟ لدين. كل الكلمات اللي هتبقى مع هابن ادتها دير هتتحول ليه؟ لدين. ايش هابي دين بلايشتيف. طيب انا عايزه اقول معايا، او انا ابلوك الشنطه اللي بروح بيها المدرسه، بقول ايه؟ بقول ايش هابي دين غوبزاك. ايش هابي دين غوبزاك. طيب حلو يا فراوسر، تعال بقى نشوف الكلمات اللي عددها دس ودين. طيب انا دس ودين هابن بعد ما فرضت سيطرتها على الدين وخلتها دين، راحت على الدس ودين. فالدس ودين قالوا لها لا احنا بس مالكيش دعوه بينا، انت خلاص عملتي الدير بقت دين، بس ما
ملكيش دعوة بينا، انتي هتتحكمي في الدير بس، لكن احنا هنفضل زي ما احنا. يعني ايه يا فراو؟ دي مش هغيرها؟ لا دي مش هغيرها. يعني مثلا لو قلت اصحابي دي تاشي، الجملة صحيحة، الجملة صحيحة. هغير الأداة مش هغير الأداة. طيب أنا عايز أقول أنا معايا الكتاب أو أنا أملك الكتاب، مش إحنا قلنا إن الكتاب أداة الدس؟ تبقى إيه؟ يا زوبا إيش هابي داس بو، إيش هابي داس بو، إيش هابي داس بو، إيش هابي دي تاشي، إيش هابي دي تافل، إيش هابي دي تاشي، إيش هابي داس لينيال، إيش هابي داس بيبشن، إيش هابي دين مالكاستن. إيه؟ دين مالكاستن. يا ما تستغربوش، طب ليه؟ علشان المالكاستن علبة الألوان عددها دير، فالدير هتتحول ليه؟ طيب يبقى زي ما اتفقنا هابل فيرب هابل في الجملة بيعمل جملة أكوزاتيف. يعني إيه جملة أكوزاتيف يا فاو؟ الجملة بتكون في محل المفعول به، وأداة الدير بتتحول ليه؟ دير دير الدير بيتحول لإيه؟ لدي. طيب الدس والدي في تغيير فيهم؟ لا. طيب إحنا هنفهم إزاي؟ هنفهم لما نحل. طيب هنا عندي، هنا عندي دورين بين شخصين، يقول إذا اسمع وخمن. طيب إيش هابي ده سكوب بوغي غاد المال؟ هاست دو ده سبيتيال؟ نايم نايم. هاست دو ده سهر؟ طيب هاست دو ده سلينيال؟ داس لينيال. غيرنا الأداة وغيرنا النهار صح؟ هي زي ما هي داس لينيال. طيب تاني حاجة هاست دو داس هف؟ يا داس مغيرناهاش برضو ليه؟ علشان الهف الأرتيكل بتاعتها ايه؟ يا داس. طيب ركزوا بقى يا ولادين اهو، اهو بصوا هاست دو، هاست دو دين بلايشتت، هاست دو دين بلايشتت. يا فراو احنا حطينا هنا دين ليه؟ ايوه صح، علشان البير بلايشتف. بلايشتف بلش ارتكل حد بلايشتف يا دير، تبقى دير وتبقى ايه؟ دين دين. هاست دو دين بلايشتف. طيب لا نعم ايش هابي هوبي كوغي اخ يا هاست دو داس بو داس بو يا غش. دو بيست تغن، دو بيست تغن، انه دورة. تمام طيب تعالوا بقى يا ولاد نحل الاوبن يا هنفهم منه اكتر. طيب احنا عندنا هنا زي ما اتفقنا احنا لازم نحفظ الكلمات بالارتكل. ليه؟ علشان زي ما اتفقنا ان الاكوزاتيف هيغير في الكلمات دي. طيب هيغير في الكلمات دي ازاي يا فاو؟ مع اللي ادتها دير، زي ما اتفقنا مع ادتها دير. يبقى احنا قلنا الكلمات اللي ادتها دير مع الاكوزاتيف بتتغير لايه يا فراو؟ يا دين لدين، بتبقى دين. يعني هابت فرضت سيطرتها على دين وقالت لها خليكي ايه؟ يا دين. طب والدس والدين؟ لا زي ما هما. يبقى لو انا مثلا عايز اقول صوبا اشبيل ايش هابي دس بو، الجملة صحيحة. ايش هابي تاشي، الجملة صحيحة. طب ايش هابي دير بلايشتف؟ نعم فالش. ايش هابي دين بلايشتف؟ ايش هابي دين بلايشتف. طيب يلا نكمل حل. هنا عندي كلمات بوغدا اللي دي، دي اللي هي ارتكل فيمينين، بيست تصريف زاين معدوف، قشتش صح، دين يا خلوا بالكو دين، هاست تو هاف، كولا كولا بطل كولا يا الألم الحبل. طيب ليش ارتكل حاسس كولا؟ يا دير دير خلوا بالكو. طيب عندي هنا ايه تاني؟ عندي دس وعندي هابي يا. طيب ثم ايس ايش 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 بس ايش هابي داس كوبي بوغي غاد مار خمن هاست دو هاست دو شيغي بس كده دي شيغي يا مقص ايش ارتكل يا دي. طيب في تغيير في دي؟ لا مش هتغير في دي والدس صح كده. يبقى الاجابه ايه؟ يا دي دي. يلا نكتبها دي، نكتب هنا برضه فوق هابي يا ايش هابي بس هو بيبغي غاية مال هست دوتي شيغي، يعني هل تملك المقص؟ فبيقول ايه؟ ناين ناين هست دو، هست دو مال كاست، مال كاست اللي هي علبة الالوان. طب عدتها ايه؟ عدتها دير. طب عدتها ايه؟ يا
يا غشتش دين دين هاست تو دين مال كاستن هاست تو دين مال كاستن هيقول له ايه؟ ناين ناين. طيب هيسأله بقى، هيسأله بقى، هيقول له هل تملك، هل تملك تصريف قابض بعده ايه؟ يا سوبا هاست هاست تو دين هاست تو دين. ايه الأداة اللي أداتها دير في الدين؟ يا سوبا فولا. يبقى هيقول له بقى هل تملك القلم الحب هاست تو دين فولا هاست تو دين فولا يا غشتش. طيب هيقول له ايه؟ ناين ناين ايش فافي كوبي كوري. هيقول له اه يا هاست تو هاست تو بوخ. الارتيكل بتاعت بوخ ايه؟ يا داس. طب في تغيير؟ لا يا فرو هابل بتفرض سيطرتها بس على الايه، هتبقى ايه؟ هاست تو تاسبوخ يا زوفا. هيقول له يا غشتش. ايوه صح صحيح صحيح يعني غشتش دو باستدغام يعني دورة. تمام. طيب يبقى كده يا ولاد احنا اتفقنا ان عندنا الاكوزاتيف مظبوط، الاكوزاتيف الجملة عندي بتبقى في حالة النصب، يعني لو عندي جملة بتقول أنا أشتري القلم، ينفع أقول أنا أشتري مسكوت؟ مش هنفهم الجملة صح؟ فلازم عندي تكملة جملة، تكملة جملة أفهم منها الجملة أنا هشتري إيه؟ يا القلم. يبقى الأكوزاتيف هو المفعول بيه. يا طيب أنا دلوقتي عندي تغيير في الجملة، بمعنى إيه يا بغاو؟ زي ما اتفقنا إن عندي ما دام شفت فرق هابط جملة، ما دام شفت فيرب هابط جملة خلينا في التفكير ان فيرب هابط اما اما من اكوزاتيف، يعني فيرب هابط دايما بيعمل جملة اكوزاتيف. معنى كده يا بغاو ان الكلمة اللي أدتها دير هتتغير لإيه؟ يا دير دير. طيب ده التغيير بس اللي هيحصل، يعني هابط أو بمعنى أصح الأكوزاتيف لا حول له ولا قوة غير بس مع إيه؟ مع الدير، مع الدير بتبقى دير، غير كده مفيش أي تغيير. طيب ايه الفيرب التاني اللي لو شفته هيحصل برضه اكتر؟ ها يا مشتل مشتل يا بس بدل مشتل يعني يرغب بي يرغب بي، او مثلا ايه سومبا يشبيل سومبا يشبيل يشبيل دراك يعني انا مريضة ايش مشتل. يعني انا عايز اشرب. طيب انا عايز اشرب ايه؟ ها يا القهوة. القهوة دي ايه؟ دي كافيه. ما اسموش دي دين كافيه زوبا اسموش دي دين كافيه. يا طيب بس استعلس كده احنا كنا لازم 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 نحفظ الكلمات بالارتيكل اللي هي بغو، علشان الكلمات دي هتبقى دير هتتحول لدين، وغير كده مش هيحصل. بس استعلس كده شو تشوس.